تعرف مركز التعلم الذاتي اللي يضم خدمات غير محدودة للطلاب؟ من أفضل الأماكن اللي تقدر تدرس فيها، تعرف وين؟ تلقى في وسط الجامعة في الممر الطويل بين الكليات مقابل مركز تقنيات التعليم، وتقدر تذاكر في هدوء وتتفاعل مع ربعك بكل أريحية. وفي مكتبة تحتوي على كتب بمختلف التخصصات، والمكان مجهز بالآيبادات والحواسيب، وفي قاعات مختلفة يقدم فيها ورش متنوعة في كثير من المجالات. وما بس كذا، تقدر تحجز قاعة وتقدم فيها اللي تريده. لحجز قاعة من قاعات مركز التعلم الذاتي فقط قم بإرسال تفاصيل الطلب عبر الإيميل الخاص بالمركز، وبعدها سيتم التواصل معك وتأكيد الحجز. كما أن المركز يقدم لك فرصة استثنائية للمشاركة في برامجه المتنوعة، حيث يمكنك التسجيل المباشر من خلال الرابط في الإعلان المنشور أو الاطلاع على المحتوى إن تم تسجيله في اليوتيوب لاحقاً. ويتيح المركز كذلك الفرصة للراغبين بتقديم ورش عمل للطلبة من جميع الفئات لمختلف المهارات. فقط قم بإرسال تصور البرنامج الذي تقترحه على إيميل المركز وسيتم التنسيق معك وفق المتاح. أيضاً يقدم المركز الدعم للمبادرات والأنشطة الطلابية. فقط قم بإرسال تفاصيل المبادرة أو النشاط وأوجه الدعم على إيميل المركز وسيتم التنسيق معك. والشيء اللي يتميز فيه المركز خدمة الردهات الأكاديمية، واللي من خلالها تقدر تستعين بمعاون يساعدك ويشرح لك في المادة اللي مستصعب منها. للاستفادة من خدمة الردهات الأكاديمية كمعاون، يرجى تسجيل المقرر الذي تطلع على تدريسه عبر الرابط الذي سيتم نشره. وكمستفيد، اختر المقرر الذي ترغب في دراسته والاستفادة من شروحاته، وذلك عبر التسجيل في الرابط. كل هذا وأكثر في مكان واحد، مركز التعلم الذاتي ينتظرك لتحقيق تجربة فريدة ومثيرة.